بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنتكلم النهاردة يا جماعة على إزاي تعمل سيت أب للأكتيف دايركتري. هنا في الحتة دي يا جماعة حاجة اسمها إيه؟ داشبورد. والداشبورد دي فيها حاجة اسمها أد رول، ده حاجة اللي هي أد رول أند فيتشر، أد أذر سيرفر تو مانج، أد سيرفر جروب كونكتد ذيس سيرفر تو كلاود. تمام. اد فيتشر تو جروب دي يا جماعه يعني انا ايه؟ عايز اضيف روله، عايز اضيف فيتشر. ايه هي الروله والفيتشر؟ الروله دي يا جماعه زي ايه؟ زي الاكتيف دايركتري دومين سيرفيس، دي ان اس، دي اتش سي بي، دبليو ساس، دبليو دي اس. اي روله، كل روله ممكن يكون لها فيتشر، يعني الدومين كنترولر ده او اكتيف دايركتري دومين سيرفيس لها فيتشر. ما ينفعش اصلا الاكتيف دايركتري ينزل من غيرها، اللي هي ايه؟ جروب بوليسي مانجمنت. تمام. وبرضك عندك روله تانية، روله مش فيتشرز، روله اسمها دي ان اس. الدومين ما ينفعش ينزل بدون دي ان اس. احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات ان الدومين ما ينفعش ينزل بدون دي ان اس. تمام. هنروح ننزل، هنعمل روله، هنقول له اد رول، نقول له نيكست، نيكست، نقول له اكتيف دايركتري دومين اند سيرفيس و دي ان اس. لو انا ما علمتش الدي ان اس ده يا جماعه وانا بسطب الاكتيف دايركتري هيعمل له انستليشن. شوف يا جماعه، اقول له نيكست جروب بوليسي مانجمنت، اهوت جروب بوليسي مانجمنت. قلت لك لو انا ما نزل، لا ده الفيتشر، يعني روله لازم أن يكون معاها فيتشر. يعني الدبليو ساس، الدبليو ساس ده بيعتمد على السيرفيس بتاعت الاي اي اس. انا ما ينفعش انزل الدبليو ساس بدون الاي اي اس. تمام. عندك مثلا ايه؟ عندك سيرفيس مثلا معينه لازما بينزل لها فيتشر، فالفيتشر ده مرتبطه بالرول، جزء لا يتجزأ من الروله. يعني الروله مربوطه بفيتشر هتنزل، لو الفيتشر ده مش موجوده الروله مش هتعملها انستليشن. تمام. تعال يا جماعه نتكلم هنا في الحته دي. احنا اتكلمنا ان الحته دي يا جماعه لازم تاخد بالك بيها، بيقول لك اد دومين كنترولر تو ان اكزيستنج دومين. يعني ايه؟ بيقول لك ضيف له دومين من دومين قايم. طب انا دومين يعني ايه موجود؟ يعني انا دلوقتي عندي فورست قامت، خلاص عندي فورست اهيت اسمها مثلا ادم دوت لوكال، عايز وعندي دومين اهو الروت دومين بتاعي، عايز اعمل دومين، ده الروت دومين، عايز اعمل دومين من دومين اتكريت جوه الفورست، دي اسمه اد دومين كنترولر تو ان اكزيستنج ايه فورست. دي اللي انا بسميها الاديشنال دومين كنترول. هعمل دومين صوره تبقى الاصل من الدومين الاصلي، دي اسمها اد دومين كنترول تو ان اكزيستنج دومين. طب اللي تحتها ديت، انا عندي فورست اهيت وعندي الروت، عندي اللي هو البرايمري دومين، عندي البرايمري دومين، بقول لك اد نيو دومين تو ان اكزيستنج فورست. عندي فورست قايمه جديده، فورست قايمه وفيها روت دومين وعنده كل حاجه، بقول لك ضيف له دومين من ان اكزيستنج فورست، فورست قايمه. الدومين ده يا اما يكون تشايلد من الروت دومين او تري جديده، هعمل تري جديده من الفورست. يعني ايه؟ مثلا انا عندي مثلا هنا، انا عندي هنا الفورست اسمها ايه؟ انا عندي الروت دومين اهوت، ده الروت اسمه ادم دوت لوكال، والفورست اسمها ادم دوت لوكال. احنا قلنا الفورست بنهريت الايه؟ الاول دومين كنترولر بيتكريت فيها. تمام. فدلوقتي انا هكاري الدومين تو ان اكزيستنج فورست. لو انا عايز اعمل تري جديده، فالتري الجديده هتبقى اسمها ايه؟ دومين جديد كده خالص اسمه علي دوت لوكال، دي اسمها تري. ده انا لا، انا مش عايز اعمل تري، انا عايز عندي تري. التري دي يا جماعه انا عندي تري اساسا،
عندي اللي هو الدومين بتاعي ده اللي هو الروت ده اصلا في تري. ما هو الفورست بتتكريت، اول ما بتتكريت بتتكريت في سنجل تري، التري ديت بيبقى تحتها الروت دومين. طب انا دلوقتي عندي سنجل تري عايز اكريت دومين موجود من سنجل تري من سنجل فورست قايمه، دي اسمه تشايلد. طب انا عايز اعمل نيو تري دي اسمها، يعني عايز اعمل دومين لا من مش من نفس التري دي اسمها تري جديده نيو تري. تمام تمام. حتى هنا لو انا قلت له دي كده هيجي يقول لك انت عايزه تشايلد دومين ولا عايزه تري. تمام. لو انا قلت له انا دلوقتي لسه جديد لسه ما عنديش لا دومين ولا عندي اي حاجه، شوف هنا بيقول لك اد نيو فورست، ضيف لي نيو فورست. تمام. بيقول لك الروت دومين هيبقى اسمه ايه؟ انا قلت لك هيبقى اسمه ادم دوت لوكال. يبقى الفورست نيم هيبقى اسمها ايه؟ ادم دوت لوكال. الفورست نيم هتبقى اسمها ايه؟ ادم دوت، لان الفورست نيم بتنهرت النيم بتاعها من اول دومين بتكريت فيها. تمام. هيبقى هنا ايه؟ ادم دوت لوكال. انا عايزك تركز في اللي جاي بقى يا جماعه عشان دي اهم خطوات، في ناس بتتلخبط في الحته دي جدا. يعني بصوا يا جماعه الفورست فانكشن ليفل ده يعني ايه؟ فورست فانكشن ليفل ده الفانكشن مستوى الفانكشن اللي هيشتغل جوه الفورست. طب انا الاوبريتنج سيستم اللي هيشتغل على في الفورست هيبقى ويندوز سيرفر 2016. 2016 يا جماعة الاوبريتنج سيستم اللي الدومين يقدر يطبق الفانكشن ليفلز بتاعت الفورست هو اوبريتنج سيستم ويندوز سيرفر 2016. يعني بالعقل يا جماعة، انا دلوقتي في فيتشر جوه الفورست شغالة على 2016 اوبريتنج 2016 فيتشرز وفانكشن شغالة. لو انا جيت شغلت نزلت دومين 2012 R2، طبعا احنا عارفين ان مايكروسوفت ما بتنزل فورست جديده طبعا الفورست ديت بيبقى فيها فيتشر جديد عن اللي قبلها. طب الفيتشر دي بتنزل على ايه؟ على الاوبريتنج سيستم اللي سبورتد للفيتشر دي. تمام. فانا لو قلت الفورست فانكشن ليفل ويندوز سيرفر 2016 فالفانكشن ليفل بتاعي بقى وصل ل 2016، يبقى انا كده مش هقدر كده الاوبريتنج سيستم الاو اس اللي هيقدر يسبورت الفانكشن ليفل ديت بتاع للدومين وللفورست هيبقى ويندوز سيرفر 2016. طب واحد هيجي يقول لي انا مش فاهم برضك يا هندسه، لو انا خليت الفورست فانكشن ليفل عندي هنا 2012 R2 فالفانكشن ليفل هنا عندي ويندوز سيرفر 2012 R2، فاللي يقدر يسبورت لو انا الدومين بتاعي نزلته 2012 R2 هيسبورت الفيتشر دي، هيسبورت الفانكشن ليفل دي. طب لو 2016 اه طبعا طول ما انا بعلى بالاوبريتنج سيستم هيسبورت الحاجات اللي اقل مني. يعني انا مثلا ويندوز سيرفر 2012 2016 سبورت للفيتشر بتاع 2012 والسبورت بتاع الفيتشر 2016. فالفورست فانكشن ليفل لو 2012 R2 الويندوز سيرفر 2016 بتاع الدومين فانكشن ليفل 2016 هيكون سبورت للفيتشر دي، ولو نزلته 2012 برضك هيشتغل سبورت للفيتشر دي. واحد يجي يسالنا هندسه طب انا لو نزلت 2008 2008 مش سبورت الفانكشن ليفل بتاع 2012 R2 ولا 2012. تمام معايا كده. طب هشرح اخر حاجه بقى الجايه دي، لو انا خليته 2008 R2 يا جماعه
مين اللي سبورت الفيتشر بتاع 2008 R2؟ ويندوز سيرفر 2008 R2، ويندوز سيرفر 2012، ويندوز سيرفر 2012 R2، ويندوز سيرفر 2016، ويندوز سيرفر 2019. يبقى انا اقدر انزل في الفورست كده دومين يكون نازل عليه اوبريتنج سيستم ويندوز سيرفر 2008 R2، ويندوز سيرفر 2008 سوري 2012، ويندوز سيرفر 2012 R2، ويندوز سيرفر 2016 و2019. طب انا لو عليت الفورست فانكشن ليفل 2016 خلاص كده الدومين اوبريتنج سيستم اللي يقدر ننزل عندي جوه الفورست هو 2016 فقط و2019 و2022. خلصنا من دي؟ تمام. بص يا جماعه، احنا قلنا الدومين اول فيرست دومين انسايد الفورست ما ينفعش ينزل بدون دي ان اس، لان هو الدي ان اس هو والاكتيف دايركتري اخوات ما ينفعوش يتفرقوا عن بعض. تمام. فلازما يكون اول دومين لازما يكون معاه او يكون معاه دي ان اس. طب الاديشنال دومين هندسه ينفع ما يكونش عليه دي ان اس؟ اه ينفع، هيستخدم الدي ان اس بتاع اللي هو الروت دومين عادي. خلاص طلع. لا لابد من وجود دي ان اس جوه الانفيرومنت اول. خلاص انت ممكن تنزل اديشنال بدون دي ان اس، ممكن تنزل، ممكن تنزل اي حاجه بقى جوه الانفيرومنت عندك بدون دي ان اس عادي، مش هتفرق. بس اول دومين ما ينفعش ينزل بدون دي ان اس، واول دومين ما ينفعش بينزل بدون جلوبال كاتالوج. تمام. طب اهو لو انا شلت علامه الصح مش هتلاقي اتشال. طب ايه هي الجلوبال كاتالوج دي يا جماعه؟ الجلوبال كاتالوج ديت سيرفيس، او هي كانت في 2008 R2 كانت سيرفيس، ده في 2012 R2 و2016 2019 بقت دومين، بقت بارتيشن جوه الانتيتيز بارتيشن بتاعت الاكتيف دايركتوري. فالبارتيشن ده عنده معلومه، عنده انفورميشن اباوت اني ريسورسز انسايد يور فورست، انسايد يور فورست عنده معلومه عن اي ريسورسز جوه الفورست بتاعتك. ريد اونلي دومين كنترولر ده يا جماعه ده دومين بيبقى ريد اونلي بس. يعني ايه؟ يعني انت لو عندك فرع مثلا وحطيت فيه ريد اونلي، الادمنستريتور ما يقدرش، هو بس ده بيقرا من الروت دومين او الرايتابل دومين، مش لازم الروت، يعني ممكن يكون عندك اكتر من الاديشنال. ده دومين بس هو مش روت، بس هو ممكن يقرا من ريد اونلي، ممكن يقرا من الاديشنال عادي، ممكن يقرا من اي حاجه يعني ما عدا الريد اونلي زيه يعني. فدلوقتي الريد اونلي دومين الفيرست دومين انسايد انسايد نيو فورست ما ينفعش يبقى ريد اونلي. حتى هنا لو انا جيت هنا تلاقي دي ديمت، ما ينفعش. تمام. تمام. ديت احنا عرفنا الجلوبال كاتالوج ده بتايب ذا دايركتري سيرفيس ريستور مود. ام ال ايه هي الريستور مود؟ مود الباسورد بتاع الريستور مود. بص يا جماعه، انا دلوقتي لو انا عندي باك اب وعايز ارجع منه اوبجكت، عايز ارجع فول باك اب، عايز اعمل كل، فدلوقتي هخش على الريستور مود، لازم مش هخش عليه بالباسورد بتاع الادمنستريتور بتاع الاكتيف دايركت او الاوثنتيك او الدومين ادمن بتاع الاكتيف دايركت، لا انا هخش بالباسورد ريستور مود. مش هخش يعني ايه؟ انت عامل مثلا الباسورد بتاع الاكتيف دايركتري ديت مثلا باسورد ات 1 2 3 مش عارف ايه، وريستور مود دي باسورد كده كومبلكس، اما تيجي تعمل ريستور مود مش هتخش بيه، تخش بالباسورد بتاع الريستور مود. تمام. فعشان كده من السكيورتي ان الباسورد ديت محدش يعرفها. طب انا دلوقتي يا جماعه لو انا رحت اشتغلت في انفايرمنت مثلا الادمن سيستم او سيستم ادمن اللي كان قبلي ما ادانيش معلومات عن الريستور مود، اقدر اغيرها؟ اقدر اغيرها عادي، واهو عادي خالص تقدر تغيرها، وهنغيرها قدامك و
احنا عاملين لها باسورد ات 1 2 ات 1 2 3 تمام. النت بايوس نيم احنا اتكلمنا عليه السيشن اللي فات، نقول له نيكست. وهنا يا جماعه دي ملفات الاكتيف دايركت. عندك حاجه اسمها الانت ديس، وتعالى نتكلم بقى كده بسرعه كده عن الانت ديس. الانت ديس ده يا جماعه اسمه الاختصار بتاعها نيو تكنولوجي دايركتوري سيرفيس. بيتكون من كام بارتيشن؟ بيتكون من دومين بارتيشن، سكيما بارتيشن، كونفيجريشن بارتيشن، ابلكيشن بارتيشن. الابلكيشن بارتيشن ده بيتكون من تو بارتيشن، حاجه اسمها فورست زون وحاجه اسمها دومين زون، وعندك حاجه اسمها هنا جلو اسمها بارشال اوف اتريبيوتس اللي هي اللي احنا قلنا عليها الجلوبال كاتالوج تمام. الدومين بارتيشن ده اللي بيبقى موجود فيه اليوزرز اللي انت تقدر تكريت فيه اليوزر، كمبيوتر، جروب، برينتر، فايل شير، كونتينر، تقدر الحاجات ديت. طب الكونسول اللي اقدر امانج منه الدومين بارتيشن اللي هو اكتيف دايركتوري دومين سيرفيس. السكيما ده السكيما دي بارتيشن جواه الكلاسز اند اتريبيوت. عندك الكلاسز ده يوزرز او اوبجكت يعني، وليه خصائص بتاعته. يعني اليوزر مثلا ليه مثلا الفيرست نيم، اللاست نيم، الميل بوكس، مش عارف الكومباني، اللوكيشن، الفون. ده اتريبيوت للاوبجكت ده. برضك الكمبيوتر نفس الكلام بيبقى ليه الكلام ده، في ديت بيبقى موجود فين في السكيما بارتيشن. الكونفيجريشن بارتيشن ده يا جماعه بسرعه كده، انا عندي تو سايتس، عندي كايرو سايت وعندي هنا اليكس. هنا الروت دومين وهنا عندي اديشنال دومين. طبعا احنا قلنا الاديشنال او لازم يصير عنده يحصل ريبليكيشن، يعني يحصل تبادل بيانات عشان يكون الداتابيس اللي هنا زي الداتابيس اللي هنا. فطبعا الريبليكيشن ده بيتم فين؟ في الكونفيجريشن بارتيشن. يعني الاديشنال ده يروح يكلم الروت عشان ياخد منه البيانات ويعمل ريبليكيشن. مين المسؤول عن الكلام ده؟ الكونفيجريشن بارتيشن. طب انا بمانج الكونفيجريشن بارتيشن من انهي كونسول؟ حاجه اسمها اكتيف دايركتوري دومين اند سيرفيس تمام. تمام عندك اللي هو الابلكيشن بارتيشن اللي انا بسميه الدي ان اس، مش اللي انا بسميه، هو الدي ان اس. فالابلكيشن بارتيشن فيه اتنين بارتيشن، فورست دي ان اس زون وعندك دومين دي ان اس زون. انا دلوقتي يا جماعه لو المعلومه اللي موجوده جوه الفورست او جوه الفورست هتتنقل عبر الفورست كامله، يعني مثلا ايه، عندي تشايلد او تري او نيو تري، في معلومه هتتنقل للتري ده او التشايلد ده، هتتنقل، هتبقى المعلومه ديت موجوده فين؟ جوه الفورست دي ان اس زون تمام. طب لو المعلومه ديت موجوده هتتحط جوه مثلا، هتتنقل لدومين جوه الفورست او جوه عند داخل التري اللي هو السنجل تري ده، عندك سنجل تري وجوه فيه هنا رود دومين وتحتها اديشنال دومين، في دومين تاني باك اب لده، بس الدومين ده ما عندوش دي ان اس. في معلومه دلوقتي خاصه بالدي ان اس، هتروح تتخزن فين؟ هتتخزن في حته الدومين نيمنج دومين دي ان اس زون، او يحصل لها ريبليكيشن من حته الدي ان اس زون. عندك اللي هي البارشال اف اوف اتريبيوتس ديت اللي هي الجلوبال كاتالوج، ده البارتيشن السادس تمام. تمام تعالى كده خلصنا بسرعه، تعال نروح على السيت اب. هنا ده الانت دي اس، ده اللوج بتاع الانت دي اس. هنا السيس فوليوم
السيلز فوليوم ده يا جماعه البوليسز والسكريبتات اللي هتطبق جوه الفورس بتاعتك او على الدومين بتاعك. فالسيلز فوليوم ده حاجه مهمه جدا يعني. تمام. فيفضل لما تيجي تنزل اكتيف دايركتوري يفضل ان انت تنقل الكلام ده من على سي، تحطه مثلا دي حطه على اي بارتيشن غير السي. تمام. فهقول له نيكست. دي سكريبت يا جماعه، يعني انت لو عايز تطبق الكلام ده عن طريق سكريبت فده هو السكريبت. يعني الكلام ده كله مثلا عايز اطبقه مره واحده عن طريق الباور شيل، خلاص ده هو السكريبت باور شيل. اقول له نيكست. هنا هيتشيك على البري ريكويزيتس اللي عندي. يعني مثلا لو انا مش حاطط دي ان اس فمش هحط دي ان اس، هيشيك مثلا ان انا حاطط اي بي دي ان اس عندي في الكارت اللان، حاطط اي بي، مفعل بروتوكول اي بي فيرجن 4 عنده في الكلام ده، هيبدأ يشيك عليه. فدلوقتي لو في مشكلة مش هيبدأ يعمل سيت اب للكلام ده، هيقول لك في فيلد اول بري تشيك فيلد تشيك فيلد، مش هيقول لك ويقول لك الفيلد فين. يعني هيشاور لك يقول لك الفيلد في انهي حته موجوده. شوفوا لما اجي اقول له انستول يا جماعه هيبدا يعمل انستول للسيرفيس بتاعت الدي ان اس سيرفر، انا مش منزلها، فهو هيروح يعمل لها دي انستول، هيروح يعمل لها سيت اب. شوف هيقول لك ويتنج فور دي ان اس انستليشن، لو انا منزلها مش هيروح يعمل لها انستول، هيقول لك تشيك اف جروب بوليسي مانجمنت كونسول انستول، ويبدا يكاري بقى ايه البارتيشنات. عندك الكونفيجريشن بارتيشن اهوت، عندك اللي هو سكيور ماشين سوفت وير، عندك الكير بروس سكيور والدي ان اس. خلاص كده نزل كل حاجه وتقول له نيكست. هيبدا يعمل ريستارت. كده الجهاز بتاعي اتحول من ورك جروب بقى اكتيف دايركتري دومين كنترول، بقى دومين كنترولر، وتقدر تكريت جواه يوزرز وكمبيوتر والكلام ده. اشوفكم على خير في امان الله. السلام عليكم. تعالى هنستنى كده عشان تشوف الاكتيف دايركتري لما ينزل، عشان نبقى ايه وفينا، يعني ما بقاش احنا ايه وقفنا على حاجه. طب واحد هيبدا يشوف سوا بس كده ايه بيقوم معايا. خلاص بيقول ابلاي كمبيوتر سيتنجز بس اوت. خلاص بيبدا يشيل اللوكال بوليسيز وهيبدأ يطبق الجروب بوليسي دومين جروب بوليسي. خلاص بقى دي كانت لوكال، بقى هيبدأ يطبق الدومين لوكال بوليسي على الجهاز ذات نفسه، وكونسول جروب بوليسي مانجمنت هو اللي هيبدأ يبقى في حاجة اسمها سنترلايزد جروب بوليسي او سنترلايزد بوليسيز على كل الأجهزة وعلى كل السيرفر الموجود عن داخل الانفايرمنت عندك. بس انا عايز بس يفتح بس عشان اوريك الكونسول بتاع كل بارتيشن انا شرحته بسرعه. انا مش عايز اطول بس هو يخلص. ودلوقتي يا جماعه هتبص، يعني احنا دلوقتي لو انا جيت خشيت هتلاقي يقوم كاتب لك هنا ايه ادم النت بايس نيم سلاش اللي هو باك سلاش، السلاش ناحيه اليمين دي باك سلاش، وبعد كده الادمنستريتور. ما فيش حاجه اسمها هنا لو انت اذر يوزر، مش يعني اذر يوزر هتكتب يوزر جوه الدومين. خلاص ما تقدرش تقول له ورك جروب، يعني كده ما اقدرش اقول له كده. خلاص هو كده بقى دومين. خلاص يعني انت خلاص هو دلوقتي ما تقدرش تقول مثلا سوبر، ما تقدرش تقول له سوبر كده سوبر،
اسم الجهاز سوبر، قلت له باك سلاش خلاص، قلت له ادمنستريتور. نقول له باسورد، اقول له انفاليد خلاص، ما فيش حاجه اسمها سوبر ولا فيه حاجه الكلام اللي انت بتقول عليه ده. خلاص هو بقى ايه اللوكال جروب بوليسي واليوزر نيم واللوكال جروب بقى دخلت في الانتي ديس داتابيس. تعال نقول له لوجن. تمام، تعال نتكلم بسرعه كده يا جماعه. احنا كنا اتكلمنا على البارتيشنات بتاعه الاكتيف دايركتري او اللي هي بتاعه الانتي ديس. احنا قلنا الدومين بارتيشن، الدومين بارتيشن يا جماعه ان احنا قلنا الاكتيف دايركتري يوزر اند كمبيوتر، ده الكونسول اللي انت بتمانج منه الاكتيف دايركتري او اللي هو الدومين بارتيشن. الدومين بارتيشن ده احنا قلنا لكم ان هو بيتكون من يوزر وجروب، وده ده يوزرز اهيت، ده يوزرز اهيت، وده جروب بلتين جروب. وعندك برضك في اليوزر هنا في دومين ادمن ودومين كمبيوتر ودومين يوزرز. عندك هنا ده كونتينر، ده كونتينر، ده يو بيتكون من ايه الكلام ده. تقدر تكريت فيه بقى ايه يوزر، يعني شوف هنا لو انا قلت له كليك يمين هنا كده وقلت له نيو، اقدر اكريت دول كلهم كمبيوتر كونتاكت وجروب انتر اورج بيرسونال، بيرسونال اللي هو شادو برنسبل كونتينر. عندك ام اس كيو الياس اورجانيزيشن نيم برينتر يوزر نيم شيرد فولدر، ده كلها تقدر تكريتها من خلال الكونسول بتاع اسمه ايه الكونسول بتاع الاكتيف دايركتري دومين اند سيرفيس. احنا اتكلمنا في موضوع الاسكيما، طبعا الاسكيما نظرا لخطورتها يا جماعه فهي مختفيه. طب انا عايز اشوفها برضك، انا هكتب لك الامر بتاعها مفيش مشكله، بس انا ايه سيبها قدام شويه بس انا اوريك انت بتجيبها منين. برضك هنا عندك حاجه اسمها اس اديت، عندك هنا تقول له اوبشن، ده مش اوبشن، هنا هتقول له هنا كونكتد، هنا ديفولت نيم، ده على الدومين بارتيشن. وانت عندك هنا الكونفيجريشن وعندك السكيما، هقول له السكيما، ده السكيما يا جماعه شوف كده، ده السكيما، ده السكيما عندي. تمام، كلاسز واتربيوت. طب في واحد برضك مش هتبقى واضحه بالنسبه له، ايه هنكتب له الامر ده بسرعه كده، رج اس في ار سيرت تو دوت اي اكس اي سكيما مانجمنت، سكيما مانجمنت دوت دي ال ال، بس كده السكيما مانجمنت تعمل لها ريجستر. هنقول له فين حاجه اسمها ام ام سي، هنا ام ام سي، هنقول له هنا هتلاقي حاجه اسمها اكتيف دايركتري سكيما، اكتيف دايركتري سكيما اهيت، ده الكونسول بتاعها. هتلاقي كلاسز واتربيوت، هنا الكلاسز الاكونت والبوليسيز والكلام ده، وده الاتربيوت الخاصه بكل كلاسز عندك. تمام، ده كل يعني انت لو ده كده ايه اللي موجود عندي دلوقتي، حتى اللي يقول لك سيكوال مش عارف ايه برينتر، وده ده اوبجكت او كلاسز عندك. تمام، كل كلاسز عندك هتلاقي لي هنا اتربيوت خاصه بيه. ماشي تمام، ده كده ايه السكيما بارتيشن. عندك هنا الكونفيجريشن بارتيشن، ده بتحكم فيه منين؟ في حاجه اسمها اكتيف دايركتري سايتس اند سيرفيس. انت عندك مثلا ديفرنت سبنت. بص يا جماعه لو انت هتكريت سبنت جديده يفضل ريكومندد ان انت تغير الاسم ده، ده مثلا كايرو اهوت. تمام، هتلاقي السيرفر بتاعي تحت هنا اللي هو سوبر، هنا هتبدأ تعمل حاجة اسمها نيو سبنت، هتربط مثلا السبنت بتاع كايرو ده 150.0، ده السبنت بتاعه هتربطه بكايرو، فدي خلاص كايرو هو السبنت بتاع كايرو اهوت، ده كايرو والسبنت بتاع اهوت موجود على طول.
هنعمل نيو سبنت، هنقول له اسمه أليكس مثلا، أليكس هو ايه، نيو سبنت ايه، نيو سايت سوري، نيو سايت، ونسميه أليكس. تمام، ده بتاع اسكندرية. هنعمل نيو سايت اسمه أسوان. تمام كده، كده تمام امورنا. تمام كده هتعمل نيو سبنت لكل ايه ده، مثلا 10.10.10.0/24، ده بتاع اليكس، واسوان هيبقى 172 172 20 16.0/24، ده اسوان. تمام، فهنا في سيرفر. تمام، هنا في هنا سيرفر، وهنا سيرفر، وهنا سيرفر، ده اديشنال دومين او باك اب سيرفر في كل سايتس او دومين في كل سايتس. فلازم الداتا بيس تكون موحده على كل البارتيشن، لازم السكيما تكون واحده على كله. فهنا عمليه الريبليكيشن هتبدا، تعمل حاجه اسمها سايت لينك. من خلال السايت لينك ده بيحصل عمليه الريبليكيشن، تبادل البيانات. تمام كده، ده اللي هو الكونفيجريشن بارتيشن. عندي حاجه اسمها الابلكيشن بارتيشن، واحنا قلنا عليها اللي هي الدي ان اس. دي ان اس تمام اهيت. تعالى ده الدي ان اس كتطبيق، في هنا حاجه اسمها ايه، ادم دوت لوكال، في حاجه اسمها دومين دي ان اس زون وفورست دي ان اس زون. لو انت المعلومه بتاعتك هتتم على الفورست كلها، هتتنيل على الفورست كلها، تبقى هتروح جوه البارتيشن بتاع الفورست دي ان اس زون. طب لو المعلومه بتاعتك هتتعمل لها ريبليكيشن وهتتنقل خلال الدومين، هتتحط في الدومين دي ان اس زون. لو السيرفر ثواني، لو السيرفر الاديشنال ما فيهوش اسمها ايه، ما فيهوش دي ان اس عندك، والداتا بيس لما تيجي تتنقل، كل معلومات الدي ان اس اللي عندك هتروح تتخزن في الدي ان اس هنا، دي ان اس زون، بس هو مش هيقدر يقرا منها حاجه، لان اللي بيفك الكلام ده هو الدي ان اس سيرفيس. تمام، فهتتنقل تعمل لها ريبليكيشن وهتتحط جوه الدومين دي ان اس زون. تعالى هنا، في هنا حاجه برضو عشان متعلقه بالكلام ده، لو انت جيت هنا في السوبر كوتش وقلت له موضوع ريبليكيشن، ثواني فورورد، ثواني ادفانسد، لا مش دي، هنا هتيجي هنا في الادم دوت لوكال وتقول له عمليه الريبليكيشن. هنا عمليه الريبليكيشن، عمليه الريبليكيشن هتتم على خلال اول دي ان اس راننج ان دومين كنترولر. اي سيرفر دي ان اس سيرفر راننج جوه الدومين كنترولر ده، دي لا هيعمل ريبليكيشن. يعني عمليه الريبليكيشن هتتم ايه، على كل الدي سي او كل الدي ان اس سيرفر اللي موجوده في كل الدومين كنترولر اللي في نفس الدومين ده، ولا ريبليكيشن هيتم على كل الدومين اللي موجوده في الفورست بتاع ادم دوت لوكال. ممكن يكون عندك تشايلد اسمه احمد دوت ادم دوت لوكال، وممكن يكون عندك تري اسمها مثلا اسامه دوت لوكال مثلا، فكل دول عندهم دي ان اس، فعمليه الريبليكيشن هتتم على مستوى الدي ان اس. تمام، هنقول له دومين كنترول، قلت له اوكي. تمام، ديت الاثنين بارتيشن. طب البارتيشن اللي هو البارشال اوف اتريبيوت عندك اللي هنا، هتخش في اكتيف دايركتلي سايتس اند سيرفيس، هتيجي هنا في كايرو، في هنا في سوبر كوتش، هتلاقي هنا لو انت ضغطت كليك يمين هتلاقي حاجه اسمها جلوبال كاتالوج. شوف لو انا جيت قلت له شيلها هيصرخ في وشي، يقول له نو اذر جلوبال كاتالوج ان ايه كان بي ديديكيتد ان ذا فورست. ما فيش اصلا جلوبال كاتالوج ديديكيتد موجود اصلا جوه الفورست. بيقول لك اف نو جلوبال كاتالوج اكزيستنج ان ذا فورست، يعني هي مش موجوده جوه الفورست، يوزر ويل نوت بي ايبل تو لوجن. ما فيش يوزر عندك هيتمكن ان عمليه اللوجن، عمليه الدخول. تمام، لو انت قلت له يس اوكي، لو اي جهاز عندك مش هيقدر يعمل عمليه الاوثنتيكيشن. تمام،
خلاص قلت له اوكي خلاص انا مش شلتش الدي ان اس، خلاص الدي ان الجلوبال كاترون موجود عادي موجوده خلاص تمام اوكي تمام. دي احنا فهمناها، اشوفكم على خير، في امان الله، سلام عليكم.